بداية نعرف يعني إيه تنمر. سلوك عدواني بينتشر بين الأطفال، يا إما بسبب طفل متنمر بيقول على الطفل الضحية، أو بسبب حد كبير قال فالأطفال خدوا منه. طبعا كلها في مرحلة الدراسة، أنا بتكلم عن مرحلة ابتدائي بالذات، اللي هم حبايبي لسه مش عارفين، بتاعت إعدادي لسه مضطر أتكلم أقول طب أنطق. حد ممكن يعاني من مشكلة جسدية، إيه عرجة سمعتها بودني من الناس، يا مشلولة يا مشلول، إيه عمية كده. ومبقاش شرط ان يكون ان الطفل الضحيه ده عنده مشكله حتى جسديه او مشكله معينه، والله مشكله ده فضل ونعمه يعني، واتمنى كل الناس يبقوا غير معافين يوم القيامه بسبب الاجر. ممكن يكون طبيعي جدا ومفيش اي حاجه، لكن في عيل متنمر وعيل سمع بحاجه، او هو متغاظ من الولد ده الطيب ده في حاجه، فقام جاي تنمر عليه وطلع عليه كلمه وطلع عليه حاجه، والعيال يتجمعوا عليه يقولوا. الكسرة النفسية هي دي اللي هنعالجها. التنمر دي مشكلة اجتماعية، أصلا مشكلة عالمية وخطورتها عالية جدا على فكرة. المجتمع لما يواجه حاجة زي كده يطلع نفسية الجيل اللي طالع كله منكسر. مخاطر نفسية مش للفرد ده، للأفراد كلها. أدي بيت وبيت بيتأثر، فرد وبيت وأسرة ومجتمع، إيه ده؟ يبقى مجتمع عامل إزاي؟ منهزم ومنكسر وعامل كده في نفسه، مش قادر ليه؟ بسبب اللي بيتقال عليه. التنمر إساءة، إساءة لفظية أو جسدية. سلوك عدواني سيء بيبقى بين الأطفال في مرحلة الدراسة زي ما قلنا. بيفرض اللي هو المتنمر بيفرض القوة على الطفل الضعيف ده، سواء جسدي أو لا. طيب في أنواع للتنمر، في تنمر لسلوك خاطئ، أو إن أنا أفرض سلطة من شخص قوي على شخص ضعيف بأي طرق بقى، من الأذية بقى، الكلام، الفعل، ممكن يكون في المدرسة، في الدرس، في الجامعة، في البيت ذات نفسه. هنقول أربع أنواع للتنمر: تنمر لفظي، إهانة وتهديد وتمييز عنصري تجاه الضحية المتنمر المسكين ده، بتسبب في إيذاء نفسي له شديد جدا جدا، تجربة قاسية جدا على الشخص على فكرة. وعندي تنمر جسدي، التنمر الجسدي ده إن هو بقى يضرب أو يتجمع عليه في الفسحة أو البريك أو بعد المدرسة، بيترك أثر، وممكن ما يبقاش في المدرسة، ممكن يبقى في البيت بيعملوا عليه كده. عندي التنمر الالكتروني، ودي مشكله، وديكم شفتوا المشاكل دلوقتي وقضيات الراي العام بسبب الابتزاز الالكتروني، والحمد لله دلوقتي ان في قوانين سجن على طول عشان الناس تعمل يطلع مثلا يشوه سمعه حد، او سواء في السر او في العلن، او رسائل شات او فيديوهات متفبركه زي ما قلنا، وكل الكلام ده علشان يعمل نوع من انواع الاهانه للضحيه. عندي التنمر العرقي، تنمر على الجنس، انت ولد ولا بنت وضعيفه او ينضرب، او اللون ده انت سودة وانت بيضه وانت كارته وانت حمراء وانت تخينه وانت رفيعه، الكلام ده وبتسبب في اذيه ناس وانتحار، استغفر الله لبعض الحالات. تنمر بسبب الدين، دينكم ودينكم يا ارهابيين يا محمد يا وهكذا، وتسمعوا صلوا عليه عليه الصلاه والسلام. كل دي اشكال تنمر، خطر على المجتمع، يطلع مجتمع مهترئ ومشاكل وخناقات وعراكات وشجارات ممكن توصل لقتل. التنمر بيخلي الطفل عنده صدمة نفسية. السلوك العدواني ده اللي بيجي في فترة من الفترات دي، الطفل القوي اللي بيجي على الضعيف ده كارثة. أسباب التنمر، خلينا ناخد أسباب التنمر. عندنا سبع أسباب، النهاردة هنتكلم عن سبعة في سبعة، سبع أسباب وبعدين سبع علاجات. أسباب التنمر سبع. أول حاجة، أما يظهر عنف في المجتمع بشكل رهيب جدا، عنف، يبقى في حد قوي، عارفين بقى انتوا الافلام والميديا اللي اتعملت علشان العنف، واحنا طالعين وبنعرف نضرب ونعمل، فالطبيعي ان دام في عنف فهتلاقي عيل قوي وعيل ضعيف، الضعيف ده هو دايما بيتنمروا عليه ويضربوا. مدارس بقى، طلاب مدارس خصوصا بتوع سنة. انا حضرت مره امتحان، مش عايز اقول المنطقه، مش عايز اقول المنطقه، حضرت مره امتحان ثانوي والعيال طالعين، العيال قبل وهم يخشوا ذات نفسيهم مع بعضيهم كده الشلل، اشاور لك لو ما غشتش شوف اعمل فيك ايه. طبعا يعني مش متوقع ممكن يحصل ايه، بص الاقي المدرسين واخدين عربياتهم بيجروا المدرسين خايفين من الطلبه، والطلبه الواد اللي ما غشش التاني ماسكينه، انا شفت الخشبه نازله عليه، نازله على الخشبه، تنزل تتكسر تطلع مكسوره، تنزل سليمه تطلع مكسوره. ايه ده؟ في المدارس وفي الجامعه خصوصا المدارس مرحله المراهقه لو ما فيش رقابه. تاني سبب، انتشار الفقر. انتشار الفقر ده بيخلي الأطفال حد يلجأ لعنف عشان يجابه الفقر، إما ياخد بالعافية من حد عشان شايف فوارق اجتماعية ما بين ده وما بين جه، ده جه مدرسته لابس وده، فيتنمر عليه أو العكس، أو يسرق منه فيعملوا شلة قوة على الطفل الضحية. ثالث حاجة، ممكن الطفل يلجأ للتنمر عشان هو أصلا عنده اضطرابات سلوكية، عايز هو أصلا علاج نفسي،
تم التنمر عليه من قبل فهو بيعمل كده، بيمارس على الآخرين. رابع سبب إن مفيش متابعة من الأسرة، انشغال زي ما قلنا الأب والأم عن وظيفتهم الأساسية وهي التربية بيأثر طبعا على الطفل بشكل كبير جدا. خلي الطفل يلجأ للعنف ليه؟ لافتقاده للدور الحقيقي للأسرة اللي هو إيه؟ الاحتواء والمعرفة والتعليم والسلوك، مفيش الكلام ده. خامس سبب ممكن يكون خلافات ما بين أب وأم داخل البيت، ففي